السلام عليكم. مرحبا ومسهلا يا جماعه الخير. مقطع اليوم راح يكون 24 ساعة كم نقدر نطلع ريال، ولكن هل راح تكون داخل بيت او خارج بيت؟ الموضوع هذا راح يقتصر عليك انت، برضو انا راح اسوي اللي اقدر عليه. نزلنا الحلقة الاولى وحصلت فيها اقبال مرة كبير، نزلنا الحلقة الثانية اللي كان فيها الرسم عن طريق الذكاء الاصطناعي، بجيكم يا حقين الذكاء الاصطناعي ثواني. واليوم راح ننزل الحلقة الثالثة من هذه السلسلة. السلسلة هذه من السلاسل اللي استمتع فيها وانا انزلها. ليه اسامة؟ لان يا اخي احس اثرها كبير لدرجة في ناس تشكرك من هنا، ناس تمدحك من هنا، ناس تقابلك والله يعطيك الف عافيه. الاشياء هذه حرفيا كلام الايجابي ذا يا شيخ يخليك تملك الدنيا وما فيها. بشروب يا جماعه الخير. الدرجة الفلوس صارت صعبة؟ ترى والله سهلة الفترة الحالية ذي، الفلوس سهلة أسهل من قبل بكثير. لو نرجع في الزمان إلى 40 سنة ما راح أروح بعيد، راح تلاحظ أن الناس كانت متجهة للعقار. بعد فترة طلعت حبة السيارات والشريطية، العقار مستمر والشريطية مستمرين، ولكن القديم هو اللي سيطر على كل شيء. لو نرجع قبل 40 سنة بخمس سنوات كانت فيه زراعة يا جماعة الخير، والزراعة موجودة يا جماعة الخير قبل 1000 سنة، والآن في هبة جديدة ولكن قديمة وجديدة اللي هي يا جماعة الخير الحلال. هذا طبعاً عندنا حلال، فاعرف وش الموضوع يعني ناحيه الحلال. طيب جماعه الخير ابغى اطول عليك قبل ما نبدا في مقطع اليوم. اذا هذا المقطع تشوف انه راح يفيدك انت خاصه قاعد تشوفني، اضغط على زر اللايك ولا تنسى تشترك في القناه. واذا تشوف ان المقطع هذا ما يفيدك صدقني راح يفيدك لان فيه فلوس. ايه في فلوس. طيب نيجي على موضوع الديسكورد، موضوع الذكاء الاصطناعي. كثير منكم سالني اسامه وش صار على الذكاء الاصطناعي، ليه وقفت الذكاء الاصطناعي يا اسامه؟ في ناس صح قاعدين يشوفوني الان ولا يدرون شو الذكاء الاصطناعي. طيب جماعه الخير الذكاء الاصطناعي هذا بوت متخيل انه يعطيك تصاميم يا شيخ، لا مصمم ولا الممثل ولا اكبر مصمم ولا اصغر مصمم تقدر تسوي التصاميم اللي يسويها الذكاء الاصطناعي. بعد ما تسوي التصاميم هذه تتجه الى بيع التصاميم هذه ناحيه لوجو، ناحيه بانر، ناحيه تمرين المقطع، اشياء كثيره. ولكن اكثركم ما ادري يعتقد اني انا المبرمج، لا والله مو انا المبرمج الذكاء الاصطناعي يا جماعه الخير. برمج الذكاء الاصطناعي هذول مجموعه ما اعرفهم نهائيا، واتوقع انهم برضو ما ادري اذا مو عرب اتوقع. ولكن انا كنت ابغى اسهل لكم موضوع، احط لكم اياه في ديسكورد، ما ابغى اسوي اعلان للديسكورد. كيفي لاني اعرف انه بتصير مشاكل بعدين. وحرفيا الديسكورد اول يوم زاد 10000، تصدق 10000 يوزر يوم او يومين حدودها. الحين في الديسكورد في 15000، متخيلين ديسكورد جديد؟ يعني لو اجيب اقوى مشهور ما يقدر يسوي نفس الاعلان هذا. من 180000 اللي استفادوا 15000 واحد، والله يجعلني على فعل الخير يا جماعه الخير. طيب خلصنا الذكاء الاصطناعي، نجي الموضوع الثاني، موضوع يوزرات التيك توك. جماعه الخير موضوع يوزرات التيك توك والله العظيم لحد الان ماشي. اسامه وين بيع؟ هذا السؤال لا تسالني اياه، انت بخبرتك وين راح تبيع؟ انت تمكن شوي، انت تحرك شوي. لا تقول لي اسامه وين ابيع وانا اجي ابيع عنك، مستحيل. انا اعطيك الاداه وامشي، سواء بعت انت او ما بعت شيء راجع لك. صدق ترى والله العظيم انها تنباع، والله ليه تنباع يا اسامه؟ تيك توك يا جماعه الخير 1000 مشترك يفتح عندك وشو؟ يفتح عندك البثوث، وفي ناس مو فاضي تجمع متابعين. انت هنا تغتنم الفرصه. الشيء الثالث اللي قلته يا جماعه الخير كتابه المحتوى. كتابه المحتوى ترى هذه نوهت عنها قبل يمكن 6 او 7 شهور، قلت لكم يا جماعه الخير الشيء هذا يجيب فلوس، والله العظيم الشيء هذا يجيب فلوس والله. ارجعوا المقطع اللي قبل حق الذكاء الاصطناعي شوفوا الفقره رقم 3. اسامه كيف يجيب فلوس هذا؟ انا علمك كيف يجيب فلوس، ركز معاي وعطني اذنك. ابي هذه، ابيك تروح مكتبه تشتري دفتر نفس هذا. والله لو اوريك الشاشه والكمبيوتر انه معلق، كل شيء معلق فيه من هذا، من النوتات هذه. طيب ايش فائده النوتات هذه؟ خليك معاي صريح واضح تمام. يوتيوبر بتجيه فكره مقطع، لازم تعطيه فكره مقطع حلوه. كيف فكره مقطع حلوه وكيف هو راح يقتنع بالفكره؟ لا تجي لليوتيوبر بشكل غبي، هذا الشيء الاول. لا تقول عندي فكره، لا تجي لليوتيوبر الا اذا انت عندك فكره. طيب اسامه انا بعض اليوتيوبر اقول له هذه فكره خل صورها، ما يصورها، وش الفكره او يسحب عليك. طيب اعلمك كيف تغويه، ركز معاي، اعلمك كيف تطرحها في الكمين. انا لو تجيني يوم من الايام تقول سامع عندي فكره وعندي كل الاشياء اللي راح اقولها الان، اقسم بالله العظيم راح اوافق. الشيء الاول الفكره لازم تكون مختلفه، مو لازم تكون مختلفه مره، لا مختلفه جزء بسيط. خلني اعطيكم فكره بسيطه من الافكار اللي سويتها. شوف في فرق بين فكره وفي فرق بين سلسله. الشخص اللي يبني سلسله هذا شخص جبار، الشخص اللي يبني فكره هذا شخص مبدع، لان اللي بنى سلسله خلاص عجاز قاعد على السلسله، ولكن اللي يبني افكار عنده كل شوي نقزات. فهمني اكثر راح افهمك اكثر. نقول عندنا فكره مزاد مطفرين، نفترض مزاد مطفرين ولا لا 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 بلاش مزاد مطفرين. إيه اوكي مزاد مطفرين جديده، بس خلينا نخترع فكره. طيب انا بجيب لكم من الورقه اللي موجوده عندي هنا تمام، بسحب لكم اي فيها في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 فوق مكتوب بس. هذه الفكره، الفكره هذه اسمها القطعه النادره. تدرون هذه الفكره كملت بتكمل سنه وانا قاعد اصورها. طيب اسامه كيف بياخذ اليوتيوبر؟ من قوه الفكره راح تكمل سنه. اسم الفكره القطعه النادره. طيب يعني اجي اليوتيوبر واقول له
اسامه خذ هذه فكره قطعه نادره. لا يا الربع تقول له خذ عندي فكره يا ايها اليوتيوبر فهد. نقول فهد فوق خويه مسك بالخير خذ الفكره هذه يمكن تطورها راني احب قصصك فهد. نفترض عندنا فهد طبعا مو فهد فوق لا فهد ثاني قلنا عندك فكره القطعه النادره وش الفكره اول ما تقول فكره على طول فكر في مخك ان الفكره راح كذا تنزل وتنفتح كذا وتصير مدتها 12 دقيقه. يا سلام الحين تركز معاي في اللاير هذا شوفه من النقطه هذه الى النقطه مدتها 11 او 12 دقيقه لازم الفكره امسك فيها المتابع من البدايه للنهايه مو لازم امسك المتابع من البدايه للنهايه يمكن امسكه في البدايه لين دقيقه 7 هذا يكفيه دقيقه 7 فيها 3 دقائق من المونتاج 3 دقائق من المونتاج مو من التصوير يعني 3 دقائق مو منتجه تمام خلصنا هنا جينا هنا هنا في القطعه هذه خلصنا اول 3 دقائق ومسكت فيها المتابع بشكل مره كويس السكريبت هذا انت اللي تكتبه مو اليوتيوبر تبدا الفكره مقدمه مده المقدمه 10 ثواني بعد ال 10 ثواني تبدا الفكره بالسيناريو هذا من اول 10 ثواني للدقيقه 3 نبغى الدخلات حماسيه نبغى اسلوب يا سينماتيك يا اسلوب حماسي او اذا انت حاب تبداها درامي كيف دراما اعلمكم كيف دراما كيف حماسي وراح اعلمكم كيف حماسي الحين هذا الاسلوب حماسي السلام عليكم مرحبا وسهلا اليوم يا جماعه الخير راح نجرب الشغله الفلانيه هذه والشغله هذه انا قد جربتها وشفت عليها اختلاف مره كبير قبل ما نبدا مقطع اليوم لا تنسوا تضغط اللايك والاشتراك نبدا بجرس التنبيهات نبدا بجرس التنبيهات وتفعل جرس التنبيهات طق بدت اللقطه الثانيه وش هي اللقطه الثانيه ان جوا الحدث هذه ترتبها ان جوا الحدث جوا الحدث خلاص شوف يا جماعه الخير هذا هو يلا الحين رايحين جايين هاي دقيقه 3 حماسيه الدقيقه 3 نقول لين الدقيقه 11 راح شفت تعتمد ترى لازم يكون الشخص اللي عنده يعني افكار لازم يكون عنده برضه مونتاج شوي عشان بس ابغى انطباع من 3 لين 11 يكون اوكي اسامه دقيقه 4 بتكون بالاسلوب هذا دقيقه 8 دقيقه 12 انا اقول لك ترى الحين هذا اللي قاعد اقوله لك ترى هذا الاوفر كيف الاوفر هذا البرو لا مو البرو لا مو برو واحد لا مو حر لا بروفيشنال حرفيا القوي مره كاتب الافكار اللي شهريا عادي يجي في حسابه 16 17 يوصل 20000 ايوه مستغرب صح اي والله العظيم قسم بالله العظيم ان في كاتبين افكار مع يوتيوبر شهريا ينزل له 20 25000 اذا صار كاتب فكره ممنتج هنا اوفر طبعا مو انا اللي اقول لكم انا 25 انا ما اجيب 25 انا ما اجيب 10 ولا ولكن اقول لكم اليوتيوبر الثاني هذه طبيعه بنايه الافكار اذا تبون نجتمع يوم واخفضي لكم يوم كذا نتكي فيه واقعد اشرح لكم من الى ما عندي مشكله نجي للمرحله الثانيه اللي تقدر تدخل فيها فلوس وهذه اللي ممكن كثير ناس راح تتجه لها الفكره الاولى هذه للناس المبدعين الفكره الثانيه اللي عندهم ربع ابداع لازم اكون منصف بين المبدع مره والمبدع عادي وعادي ان المبدع مره ما له خلق يسوي المبدع عادي الفكره الثانيه راح اسويها وراح اطبقها ركز معي راح اطبقها ولكن هذه الفكره ممكن للي في السعوديه ممكن للي برا السعوديه لاني ما اعرف وش النظام خارج السعوديه انا اعرف السعوديه وش وضعها من ناحيه المتاجر الالكترونيه اكذب عليكم بقول اني برفع مبيعات لا اسوي كل شيء قدام راح افتح لي متجر الكتروني كيف بتجيب بضاعه دروب شوبينج لا 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 لا, لا. والف لا قبل يومين يا جماعه الخير كنت افر في السوق حصلت محل مفروشات محل مفروشات هذا شخص اعرفه كذا وانا قاعد عندك تسمع صدق اسوي عندك فكره مقطع وش هي 24 ساعه داخل البيت كم تقدر تطلع من ريال قال كيف الاسلوب قلت ابغى منتجاتك المفروشات اللي عندك لا تعطيني اياها براس الجمله ما ابغاك تخسر زد لي فيها يعني خذ مكسبك مني 30 ريال وانا راح اعرضها وابيع وقعدت تصمم التصاميم وجهزت سلايدات حقت المتجر وكل شيء وافقوا علي في المتجر وكل شيء ما اخذ مني 4 ايام طيب ما في احد راح يشتري وكيف راح اجيب الزباين الله الله يا لعبه الزباين الزبون اقسم بالله بس ابغاك تكون معاه صادق بس اصدق اصدق اي قل الصدق ولا تصير طماع معاه خليك يا اخي حبيب ترى مستهلك نفسي اي والله ترى يا خويك هو يعني مو خويك هو انسان مثلا ترى الانسان حرفيا يعني يتعب خلصت المتجر بعد ما خلصت المتجر يا جماعه الخير قلنا مرحله ثانيه مرحله التسويق ابغى منك بس من وش كم معك في جيبك؟ ناظر جيبك الحين ناظر 100 200 10 ريال 5 ريال جمع يجمع قطط جمع اللي حولك جمع 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 وصل 500 ريال او 400 ريال سوي لك حساب في التيك توك نزل المفروشات حط الرابط حقك ال 400 ريال هذه سوي فيها اعلانات في السناب شات برومو تكتب كيف اسوي بروموت في السناب شات يطلع لك مليون شرح بعد ما تسوي البروموت هذا راح يجونك ناس كثير ايه راح يجونك ناس كثير انك راح تحدد الهدف طيب اسامه انا والله في الرياض اذا انت في الرياض او مثلا في الخارج طيب اسامه انا في الرياض ونقول في الخارج اني انا في الخارج خارج مره خارج مره الرياض ولكن اكثر وقتي في الرياض واكثر وقتي في الخارج ما تدري وين هي ولكن كل حالتي بيتي ربعي اللي عليك تسويه بعطيك رقمه اي بخلي خوي يستفيد ما عندي مشكله رب يستفيد 10 20 30 ريال انت بتطلع دبل 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 نفترض عندنا المفروشات هذه سعرها مثلا نقول 140 ريال زد عليها 40 ريال بعد 180 او 200 مع التوصيل 29 ريال داخل برنامج سله والله ما دفعوا لي فلوس سله انا اقول لكم سله فلوس الاعلان عشان احط الرابط تحت هذه المرحله انت راح تقدر تطلع فلوس كثير طيب تمام وصلنا نهايه المقطع اوكي دخلت فلوس لكن الذكاء الاصطناعي يا جماعه خير اشتراكه ب 10 دولار ادخل ديسكوردي واكتب اللي تبي
بي راح يقول لك سو سب السيرفر حقهم، سو سب ب 10000 ريال، 10 دولار، يعطيك الله يسلمك 200 تجربه، وصمم باللي تبغى فيه. بس يا جماعه الخير وصلنا لهنا نهايه مقطع اليوم، اتمنى اني قدرت اقدم لك اي شيء. والله لو عندي اشياء زياده والله لا اقدم، لو في اقدر اخذ من جيبي واعطيك ما راح لا بعطيك، والله بعطيك يعني شيء معلومه اعطيك اياها جاهزه، والله لا اعطيك. قلت لكم شوفوا اللي تبون، وتذكروا دائما اسامه في صف المستهلك. لين وصلنا نهايه مقطع اليوم، واشوفكم في امان الله يا جماعه الخير. السلام عليكم.